التداولات، قال لك انت دلوقتي التعادل السلبي مع الهلال السوداني ليه تأثير مش احسن حاجة مع بعد كده مباراة سان داونز. بعض الاخر بيقول لك لا، عايز التعادل ده مش مقياس، وانت داخل بعد كده على المباراة مهمة جدا سان داونز، فأدي فيها الافضل، فما فيش اي مشكلة. يعني اراء كده واراء كده، بتميل حضرتك لاني اكتر؟ انا مع الاستراتيجيه بتاعت النادي الاهلي، ودي من فتره طويله جدا. لو رجعنا الناس اللي هي يعني مركزه او مهتمه بالشان الرياضي مع النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي من ايام مستر مانويل جوزيه، واحنا عرفنا ازاي ان احنا لما نروح بره ملعبنا في افريقيا ازاي ان احنا بنقدر نحقق نتيجه ايجابيه سواء بالفوز او بالتعادل. فدي استراتيجيه النادي الاهلي ماشي بيها، بيقدر ان هو اهم حاجه في دوري المجموعات ايه دلوقتي، ان انت تحصل نقط علشان ان انت ان انت توصل الاول او تاني. وطبعا النادي الاهلي دايما زي ما احنا عارفين بيفضل المركز الاول في المجموعه عشان تقدر ان انت بعد كده هو تاخد فرقه مثلا من المجموعه الثانيه في دور ال 16 او دور الثمانيه والكلام ده كله، تبقى الامور بالنسبه لك سهله. فانت ازاي تجمع نقط، وازاي ان انت من الفرق اللي هي في افريقيا بالجو بالاقامه بالاعاشه المشاكل الكتيره اللي الناس اللي راحت افريقيا او لعبت في افريقيا ديت، الصعوبات دي كلها مش سهله يا جماعه ان انت تروح افريقيا وان انت تكسب، يعني ايا كان السودان او سان داونز او اي الموضوع بيبقى شاق جدا. فان انت تحقق نتيجه ايجابيه من بره، وتقدر ان انت تحقق الفوز هنا في ملعبك، وتحقق في الاخر خالص الهدف بتاعك اللي انت عايزه ان انت تبقى اول المجموعه، ده ذكاء. يعني انا ممكن اكسب بره ماشي، طب وخسرت بعد كده في ملعبي، طب ما اكسب كله، ليه اخسر لو عندي الاوبشن ان انا اكسب؟ هقول لحضرتك زي ما احنا بنقول من شويه، ان انا طالما قدرت في الظروف بتاعه افريقيا ان انا اطلع بنتيجه ايجابيه دي حاجه كويسه. واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني مثلا السودان، احنا كنا مثلا ماتش الهلال، الناس بتقول الهلال والكلام ده كله، احنا راجعين منين؟ احنا جايين من كاس عالم. اذا هي وعندنا لعيبه بالظبط كده، وعندنا لعيبه كانت في الكاميرون اللي هم الدوليين على كاس العالم للانديه على سفريه السودان في درجه حراره الظروف المحيطه كده. لو الظروف افضل من كده ممكن اقول لحضرتك ممكن تبقى الانتقاد ده مثلا احنا اقوى مثلا من مع احترامنا الكامل للفريق الهلال، احنا ممكن نحقق نتيجه، وكان ممكن يعني كره قفشه دي لو جت جون. خلينا بعد اذنك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا ببقيه التفاصيل. اتفضل.